هذه العظام التي يقوم العمال بتصنيفها وصقلها سيتم تحويلها إلى حلي وقطع فنية. في المناطق التي يحدث فيها الجفاف ونقص الغذاء آثاراً مدمرة على معيشة السكان، تعتبر إعادة استخدام النفايات أمراً أساسياً. هنا في لودوار عاصمة منطقة توركانا في كينيا، تشكل عظام الحيوانات التي تم استهلاك لحومها أو التي نفقت بسبب الجفاف عنصراً أساسياً يستخدمه مصنعو المجوهرات والحرفيون المحليون ليحولوها إلى أساور وعقود وأدوات لتزيين المنزل. بالقرب من المكان الذي يتم فيه تجميع العظام، تقوم جمعية تعاونية للنساء باستخدامها لتصنيع قطع حرفية يتم بيعها في متاجر المنطقة بمساعدة مالية من الأبرشية. نستخدم عظام الجمال والبقر والماعز. هناك مواد بإمكاننا العثور عليها هنا في لودوار. نريد أن نقول للشباب إننا لسنا في حاجة إلى الذهاب بعيدا للعثور على مواد لاستخدامها. يمكننا العثور على كل شيء هنا. العديد من النساء اللواتي يعملن هنا يأتين من مناطق تركانا الريفية على غرار غلاديس التي اضطرت لمغادرة قريتها بسبب الصعوبات الاقتصادية.